اخبارك؟ الحمد لله، مشتاقت لك والله. من زمان عنك، ما شفتك من زمان. عن ام الكذب يا شيخ، عن ام الكذب، عن ام الكذب. يا اخي من زمان. ما انت ما تسوي بث ولا شو السالفه؟ لا انا ما اسوي بث، انا قاطع اليونان. لا، من يومين بس شفتك. انا لي يومين داش اليونان دحين، من زمان قاطع. تزوجت انا خلاص. قول والله، اخبار الدراسه؟ الدراسة كويس، بس أنا تزوجت خلاص، الحين صار عندي حرمة، صار عندي عيال. اكذب، كيف؟ صار عندك عيال. إيه صار عندي الحين، ما تدرين أنت، أنا تزوجت حرمتي الحين حامل في الشهر السابع الحين. ما شاء الله، كل هذا بعشرين يوم؟ والله زين. انت من اي مرة؟ ايه انا قاعد لابوي، ابوي طال عمرك خمسة عيال راس، ما انا جالس له، قاعد لمثل ابوي. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه والله، لو تاخذين لك واحد مطيري قسم ايه بالله تجيبين درزن ورا عين، درزن 12 ولد، درس مراعين. درزن. عن ام التعبير يا شيخ. اي والله لو تاخذين لك مطيري اوف. يا اوكي، اسمع يا نلعب شو؟ نلعب يلا نلعب. شو اسمه، وي قطع الحين ولا كويس؟ لا ما يقطع كويس. مطرانق حروطين. يلا خلاص 30 فايز، روح قول والله. محمد انت رسول بعدك على الله. بعدك على 30 20 انت؟ خلاص يلا لعيونك 45 فايز، روح يلا. الله مو بعاجبك الرقم ده، خلاص 45 فايز، 45 خسران. خسران خسران، ما هي مشكلة. واحد اثنين. أنا أبدأ مو أنت، ليش أنت تقولي خسران أبدأ؟ انزين، خلنا نختار من الكومنت. شوفي أنت قلتي رقم أنا أبدأ، أنت قلت كيف. يلا يلا، واحد اثنين، شنو؟ 45 مهزوم، قلتي أنت واحد اثنين. 45 خسران قلنا، وأنا طيب أبدأ. واحد اثنين، طيب واحد اثنين، 45 خسران أنا واحد اثنين. بديت، أنا بديت فيصل، أنا بديت. أفا انت تقولين رقم انا ابدا، انا اقول لك رقم انت تبدين. قلت زين لك فيصل، ايش 45 رايك؟ ايش فايز رايك؟ تروحين قلتي لا. يا ولد اسمع اسمع، ايش رايك نلعب من 4 ارقام، من 5 ارقام؟ والله ما اعرف، والله 4 ارقام والله ما اعرف ولا صراحه، نعرف، نجرب. حظي شين انا ترى. لا ترى انت مخسرني اول. بس والله يعني في شيله، يعني انهز من بنت والله في شيله، قسم بالله بنت تحكم علي في شيله والله. عادي، لعبة هاي، فوز وخسارة، وين المشكلة يعني؟ بعدين مالي عينك أنا؟ لا مو مالي عيني في اللعبه، مو مالي عيني، اوكي برا اللعبه، بس في اللعبه لا. عينك عين، العب مثل الرجاجيل يا ولد، مو مالي عينك باللعب، العب. خلينا نختار من 5 أرقام. العب مثل الرجاجيل، مثل الرجاجيل العب مع رجال، مثل الرجاجيل العب مع رجال. قوية صح؟ مثل الرجاجيل أكثر من بنت تحسها قوية؟ الاخت بويا، نعم؟ بويا انت قال اعتبرني بويا. اعتبرك بويا ايه والله. ايه يا ابو الشباب وين عضلاتك؟ وري عضلاتك يا ابو الشباب، عندك سكس باك؟ عندي سكس باك، يا خلينا نشوف سكس باك حقك. وعندي باي، وعندي تراي، وعندي طب خلينا نشوف السكس باك حقك. ما ينفع يا ولد، ما ينفع، عيب عيب عليك. كيف ما ينفع؟ ليه؟ ما ينفع على الهواء مباشرة. الرجال ما يعيب شيء. نحن قلنا بويا، ما قلنا رجال. والبوي
الباي بيسوي نفسه رجال، وش الفرق يعني؟ زين بتلعب الكومنت يختار رقم؟ يلا كومنت اختار رقم يلا. من أربع أرقام ولا من خمسة؟ أو لا من ثلاثة؟ رقمين، من رقمين، ليش أربع أرقام وخمسة؟ لا رقمين. زي ثلاثة. رقمين الله يرحم والدينك، رقمين خلاص. زين خلي الكومنت يختار، يلا يا الربع. بس رقم يكون كبير. يا عيال شوفوا أرقام نبي، اكتب رقم ومين يبدأ ومين هذا، يلا مين يبدأ؟ اكتب الرقم وجنبه مين يبدأ، يلا. شنو انت بلش اختاروا رقم فوق فوق الأربعين والخمسين. مية واحد. في واحد كتب 66 فيصل يبدأ. لا في واحد كتب 161 فايز حنون تبدأ. كم كم؟ 161. 161. اي وانت تبدين؟ يلا نلعب. اه يلا نلعب. يو يبعدها شو اسمه؟ ما يو بعيد 161 بعيد وينك؟ لا مش بعيد، بسرعة بسرعة نتكلم بسرعة. يلا بسرعة، واحد اثنين، انت تبدين ولا انا؟ كتب انا ابدا. كتب يلا حنون تبدا. يا رب يا واحد اثنين. شوفي والله تحكمين علي بصل يا ويلك ولا شوف شوي بقى شوي بروح لا عند لا لا زوجتي. لا انا مش قلت لك تاكلني بصل. انا بقى انا بروح عند زوجتي شوي ما بقابل ريحتي بصل. كم اوكي قلتي؟ يلا واحد اثنين ثلاثة خمسة أربعة. جحتي أربعة؟ أربعة خمسة. إيه أربعة، قولي أربعة خمسة، مو تجحدين الرقم. ستة أوكي سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 قاسم منور 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 والله شد حيلك انت رقمين رقم 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 راحت عليك يا مطيري 52 53 54 صباح الورد على صباح النور يا قلبي هلا الجامح 53 كم؟ 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 61 62 تحسبين ها؟ لا والله لا سويت بس لا والله لا احسب قاعدين نلعب يلا ايش سويت سويتي؟ يا سويتي بلوك لواحد يعني في حاسبه في البرنامج وفي البث يصير هذا الكلام؟ كم قلت انت؟ 62 63 64 65 66 67 68 69
70-71، 72 73، 75 76-77، كم؟ 77، 78 ما أسمعك، 78 79-80. تبروك حبيبي واحد علي، 82-83. خليني أعطيك رقمين مزدوج عشان ما صعب هيك. كم قلتي؟ 83، 84 86، 87 89، كم؟ 89، 90 92، كم؟ 92، 93 95، 96 98، 99 101، 102 103 104، 105 107، لا تقولي 100، كم قلتي؟ 7، 8 10، 11 12 13، 14 15 16، 17 18 19، 20 21 22، 23 24 25، 26 27 28، 29 30 31، 32 33 34، 35 36 37، 38 39 40، 41 42 43، 44 45 46، 47 48 49، 50 51 52، 53 54 55، 56 57 58، 58. رجع حقي، رجع حقي، الحين صرنا وحدة بوحدة. أيوة يا فيصل، أيوة، اضحك بعد، اضحك اضحك. ايه صرتني يا بلاد، لا والله حظي مخنس، حظي مخنس يا ليل، حظ المخنس ده. يا ليه. زين، في بقالة بك؟ لا قال قفرت عندنا، تقفل الساعة 12 أشوف يا أخي من الشباك، في أضواء وكذا. محطة وراي يعبون بنزين، أشرب بنزين؟ تبي أشرب بنزين؟ لا، المحطة فيها سوبر ماركت. تقفل عندنا الساعة 12 تقفل. تقفل عندنا قفل الساعة 12، ما في بقالة إلا عيد.
محطات بعيد عن الخط السريع. زين ايه خلاص أوكي. أعطيك حكم ثاني، انزل من السيارة، ايوه مش أيوة، انزل من السيارة، اصعد على السيارة 10 مرات وانزل. اعطيك كم، مرة اعطيني حكم، اعطيني حكم زي الناس. ايش هذا حكم بالله؟ هذا حكم ابو كلب، ده ما هو حكم ترى. يا لا حكم دلعين ذولي، اصعد على السياره، هذا حكم بالله. المفروض تقول اذبح نفسك، انبطح في خط السريع خليهم يدعسونك، سوي شيء يعني، اصعد فوق السياره. ترى تقول بقالة مسكرة، أوكي؟ وأنت في السيارة. يا والله يا والله يعني؟ اسمعي، كل يوم بلعب معك فوزي، ها دام احكامك كذا كل يوم بلعب معك. يلا انزل، انزل اطلع، انزل اطلع على السيارة 10 مرات وتنط، اطلع على السيارة 10 مرات وتنط، يلا انزل. أحكامي ده. الله، انا ذاك اليوم اكلك بصل ومدري وش وخليك تبكين، واخر شيء ذا حكمك كذا متى؟ من تبكين شهرين. اصلا. والله انت مسكينه، أيوة. والله انت مسكينه، يمين بالله يلا يلا انزل، عصوت عيال. اصعد فوق السيارة فوق، اوكي؟ اصعد على السياره فوق، لو تبين اعدي فوق تريلا عديت فوق تريلا، بس ترى بسيطه الحكم والله. شنو؟ بسيطة، اوكي انزل اطلع اصعد السيارة فوق وانزل، ترى بسيطة. طيب ها. ترى اسمعي، 10 مرات ترى كذبت عليك، البقالة مفتوحة شوفي، كذبت عليك، الحمد لله الحكم تغير. أنا عارف إنك كذاب. كذا تشوفين أيوة بشوف. يلا نط اقفز. حكمك بسيط ترى، كم مرة قلتي لي؟ 10 مرات. هذه الأولى عديت، هذه الأولى، هذه الثانية. وين الثانية؟ يلا هاي الساعة ها؟ يلا يلا انزل واطلع 10 مرات. الرابع الحين عن حكمك الضعيف ده، هذا حكم تحكمينه؟ الناس تحكم حكم زي الناس. لأنك كذاب، لأنك كذاب، هذه ما في الرابع بقالة ها؟ وآخر شيء فاتحة. كافي منظرك مثل المجنون قدام الناس. اب كب كب كويلي ويلاه، هذه نهاية البنت تحكم علينا فوق السيارة. أوريك، خليني أبوس عليك ما أكلتك، شربتك بنزين وزيت وفرامل وأي حاجة بعد. استني بس أوكي. أجيبك، توسن حبيبتي يجيب والله اليوم مطر. نور، صباح النور. هاي الخامسة، شروق حبيبي الله هذه يسعدك. الخامسة. يلا إيه، باقي السادسة. الناس يقولون هذا مجنون يعدي فوق السيارة. ايوه بالضبط، هذا هو المطلوب. هذه السادسة يا طويلة العمر. بحط بحط يعني بحط عليها. هذه السابعة. اوكي. كسرت سيارتي الله يهديك. سيارتي من فوق تكسرت الله يهديك. أسرائيل. هذه الثامنة شوفي ها. هذه التاسعة. هذه الثامنة. استاهل الخروف. اي والله اني استاهل صدق. تبي الصراحة والله اني استاهل. أول كومنت عجبني.
عاد الاخير الحين خلي حطوا فيس فيس خرفان يا عيال، لا بارك الله فيه، حطوا فيس خرفان يا الربع. خلاص هذه العاش انتهت، خلاص انتهت، خلاص انتهت. خلاص تغير وجهك. خلاص يو يتعب الله يوفق العدو. عليكم السلام يا عناد، هلا والله، هلا حبيبي سوسن، هلا 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 فيصل. الا ذا حكم. ايوه حكم علي، ثانك يو علي. هذا حكم عشان الناس اوكي يطلعونك مثل المجنون، عشان الناس ايش يفكرونك مجنون. سلامات، هذه رياضه ترى، كويس انك ساعدتيني والله. رياضه القرد هذه رياضه يا طلع، ايش عرفك هذه رياضه، هذه رياضه. زين اوكي حلو، مو زي بعض الناس ياكل بصل يروح المستشفى بطني. ملوكة حبيبتي منورة، وريحة ريحة فم بصل. ترى اول ما خسرت قلت البقالة مسكرة، ما توكليني بصل عشان عندي. يقول لك الحرب خدعة، الحرب خدعة. طيب تلعب مرة ثانية؟ الحرب خدعة، فأنا خدعتك. أوكي تلعب مرة ثانية؟ لكن لو إنك ذكية لو إنك ذكية تقولين فيصل يلا وريني المحطة خلينا نشوف، بس أنت ما أنت ذكية. أنت ذكية. أنا أتعامل معك يعني أقول ما 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 أخذ على كلامك، أنا عارف إنك كذاب. يا عيال حقدت علي، يا ويلي ولا يا ويلي ولا، البنت حقدت الربع. حقدت؟ حاجة. يلا نلعب مرة ثانية. نلعب مرة ثانية؟ ايه شوفي انت قبل شوي قلت 100 شوفي بقول لك حاجة زين؟ انت قبل شوي قلت 161 وانت تبدين مدري وشو، انا ما شفت ذا الشيء زين ومشيته لك. هذا الحين الكومنت انا ما الحين دوري انا. صح يا الربع ولا مو صح؟ صح يا عيال كلامي ولا مو صح؟ صح شنو؟ صوتك ترى يقطع، ايش تقولين؟